أستاذة جاكلين صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أستاذة جاكلين، يعني أنا لسه كنت بتكلم على الرائدات الريفيات. الرائدات الريفيات كان ليهم دور واضح في الحياة الاجتماعية للمرأة الريفية بشكل عام ما قبل الانتخابات، لكن انتوا قبل الانتخابات انا كنت قريت كذا خبر عليكم ان انتوا بتقدروا ان انتوا تعملوا وعي سياسي للمرأة الريفية، ممكن تقولي لي عملتوا ايه والنتيجة كانت ايه؟ اهلا بحضرتك يا فندم. هو فعلا الرائدات الاجتماعيات يعني اللي احنا شفناه في الفتره اللي فاتت دي كانت ملحمه بمعنى الكلمه. يمكن حضرتك عارفه ان وزاره التضامن بتخدم كل الفئات اللي موجوده في المجتمع، خاصه المراه والاشخاص ذوي الاعاقه، ومن هنا كان اهتمام معالي الوزيره ان احنا نمكن الفئات دي، ان استكمال لدور وزاره التضامن في تنميه والتمكين، ان احنا نشتغل على الفئات دي، الاشخاص ذوي الاعاقه والمراه وكافة أشخاص المجتمع. وحقيقي إحنا بنعرف نوصل لهم كويس قوي من خلال الرائدات الاجتماعيات. الوزارة بيتبعها، يعني خلينا بس نقول الرائدات الاجتماعيات هو ده المسمى الخاص بيهم. الوزارة بيتبعها 15,000 رائدة اجتماعية، هي قيادات نسائية من المجتمع المحلي من جوه القرية، عايشة مع الأسر، هي واحدة من الأسرة دي. علشان كده احنا اشتغلنا معاهم، كان ليهم دور مهم جدا قبل بدء العملية الانتخابية، ده بعد التنسيق طبعا مع الهيئة الوطنية للانتخابات. تم إعداد الرائدات وتثقيفهم بشكل كافي، يبدأوا ينزلوا للأسر في المجتمع، اشتغلوا على عدة محاور في التوعية، الحق الدستوري في التصويت، أهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية وتأثيرها على المجتمع، أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة إن الوزارة ساهمت في طباعة البطاقات الانتخابية بطريقة برايل، كمان تعاوننا مع الهيئة الوطنية عشان نوفر لهم أماكن في الدور الأرضي اللجان، فكنا محتاجين الناس تعرف ده عشان نشجعها. كمان توعية الأسر بمين له حق الحق المشاركة في التصويت. استعراض العملية الانتخابية هتبدأ امتى، بتفتح اللجان امتى، بتقفل امتى، بنعمل ايه جوه اللجنة. حالات بطلان الصوت عشان منع تجنب حدوث ده، لأن بعض المواطنين بيكتب او بيعمل بعض المخالفات اللي تخلي صوته يبقى باطل من غير ما هو يكون قاصد او عارف دوا. كمان كانوا بيردوا على الاستفسارات الخاصه بمعرفه اللجان، طب نروح نعرف اللجنه بتاعتنا ازاي، نروح ازاي، هم ساعدوهم في ده، كان ليهم دور مهم قوي في حث المواطنين على المشاركه، لان ده دور وطني لازم. لكن مش وعي سياسي دكتوره جاكلين، ما بتدوش استاذه جاكلين، ما بتدوش وعي سياسي. احنا بنشتغل في كل اوجه الوعي، يعني احنا كل المجالات التوعيه شغالين فيها، وده جزء من الشغل بتاعنا، ولكن زي ما بقول لحضرتك ما تم في الفتره السابقه للانتخابات هو توعيه بالحقوق السياسيه لتمكين المواطنين، يعني هي التمكين لازم يكون تمكين اقتصادي واجتماعي وسياسي، وده جزء من دور الوزاره مع الفئات المستهدفه عندنا، تسني التوعيه بالعمليه الانتخابيه وحثهم على المشاركه واهميه دورهم، اهميه ان احنا ننزل. لا ما فيش حاجه اسمها ان احنا لا النتيجه معروفه او احنا ملناش دور او احنا دورنا مش مؤثر، لا طبعا لازم الكل يشارك والكل ينزل، والاهم عشان نعلم ولادنا كمان ان هم لما يشوفونا بننزل، احنا كنا بنقولها خدوا لك وانتوا نازلين، لان لما بتنزل السيده او الرجل وهو بيخصان السيدات بتنزل تعمل ده وبيكون معاه ابنها وهو بيتعلم. استاذه جاكلين رصدتوا نزول عدد من السيدات قد ايه لما بنتكلم عن الرائدات الاجتماعيات؟ طب نزلوا قد ايه ولا لسه ما رصدتوش العدد؟ لا طبعا احنا الرائدات زي ما قلت لحضرتك 15,000 رائده غطينا، طبعا عملنا ندوات وعملنا زيارات منزليه، وصل عدد الزيارات المنزليه اكتر من 1,000,000 اسره، 1,000,000 زياره، وطبعا كان ده يعني كانوا بيستخدموا بعض الوسائل الاضاحيه اللي تم توزيعها من خلال الوزاره، ودورهم حقيقي ما انتهاش بس كده لكن استمر كمان مع بدايه الانتخابات. نعم. بشكرك شكرا جزيلا استاذه جاكلين ممدوح، مدير عام الاداره العامه لشؤون المراه بوزاره التضامن الاجتماعي.